بنتكلم عن الريت، ازاي تعمل ترابل شوتينج عليه من الموقع. اول حاجه مع بعض هاللوج، وبتجيب الالارم، بتجيب الالارم في الجنب هنا وتشوف الالارم معاك عليه. انا هنا الالارم اللي عندي حاجه اسمها ريت انتنا موتور فولت، تمام. بشوف اللوكيشن بتاع الالارم ده على انهي ديفايس بالظبط، هو جايب لي 8. فهنا في لما تيجي تعرف المساطر هنا في الريت، عندك سيل واحد بتاخد ديفايس 0 و1 و2، وعندك سيل 2 بتاخد 3 و4 و5، وسيل 3 بتاخد 6 و7 و8 وهكذا. ليه؟ لان كل السيل فيها 3 مساطر، مسطره 900، مسطره 1800، مسطره لل3G. فانا كده قدرت احدد المسطره بالظبط اللي عندي اللي فيها المشكله، ونوع الالارم ان هي او الموتور في مشكله. فاحنا اول خطوه بنعملها بنعمل حاجه اسمها كاليبريشن للريت. يبقى بنعمل كاليبريت ريت، بختار الاوبريت مود ده بخليه بالسب يونت، وبختار الديفايس نمبر بديله 8، اللي احنا لو رجعنا للالارم هنلاقي اللوكيشن بتاعها هي 8 فعلا. نرجع تاني للام ام ال، والسب يونت دايما بيبقى بواحد، وهنعمل اكسكيوت. كده كده انا اديت امر ان المسطره اللي فيها المشكله ديت تبدا بالحركه. لو هي طبعا زي في مشكله، فالريجر فوق دلوقتي بيحاول يشوف ايه المشكله، وهنعمل لها كاليبريت تاني ونشوف مشكلتها ايه بعد ما نخلص الترابل شوتينج بتاعها. في شويه كوماندات خاصه بالريت ممكن نحتاجها، يعني مثلا في كوماند ان انا لو عايز اعمل ريسيت لل ALD. ALD هو خاص تبع مجموعه الريت دي. فانا هنا لو عايز ارستت ديفايس معين، يعني ممكن اعمل ريسيت ل8 ده اللي فيه المشكله، انا كده بعمل له ريسيت وقال لك ان الريسيت نجح. ممكن اجرب اعمل له كاليبريت تاني، ممكن تكون الريسيت ده عالجت مشكله لربما يعني. طب 8 والسب يونت 1، سكيوت. انا يعني بحاول اقول لكم معظم الكوماندات اللي ممكن تستخدمها يعني. طبعا هو لازالت هو في مشكله فوق يعني، بس انا بجرب معاكم يعني. في كوماند تاني حاجه اسمها ان انت درستت ال ALD نفسه باور، ريسيت ALD سويتش باور. بدي رقم الكابنت وبدي بديله السب راك. السب راك هنا بيكون متعرف يا اما 80 سيل 1، 81 سيل 2، او على حسب الكونفجريشن عندك يعني. فهنا المفروض المجموعه اللي دي كلها بقى بالثلاث مساطر في سيل 3 اللي هي هتبقى عندي 82. وعندك السلوت بيبقى 0، وبتختار البورت اللي هو بورت الريت، ريت بورت. انا كده درستت الريت او كابل او المخرج بتاع الريت في الار ار يو. لو عملنا اكسكيوت يبقى انا كده ايه، جربت ارستت. لا ربما يكون في تهنيجه او في مشكله، ممكن المشكله تتحل معايا بعد الريست ده. فهنجرب نعمل كاليبريت تاني بعد الاكشن بتاع الريست للسيكتور كله. هو احنا كده يا شباب لقينا في كوبايه او هاوسنج، بيبقى فيه فوق كل مسطره حاجه زي هاوسنج كده بلاستيك بتبقى حاميه المسطره دي لو اتخلعت من الانتنه، في الانتنه اللي نوعها انفينول. الريت بيديني الالارم ده ريت انتنه موتور فول.
فهو الريجر فوق لقى الكوبايه دي سايبه من مكانها، فما وصلها اتوصلت انا معاه واتاكدنا ان الكاليبريت دلوقتي شغال تمام. فالمفروض لو تم الكاليبريت او الحركه كامله هلاقي الالارم ده اختفى معايا، اللي هو ريت انتنا موتور فول. طبعا هو هنا قال لي ان الحركة تمت بنجاح، فاحنا المفروض الالارم الالارمين دول كاليرو واحد فيهم كالير وريت انتنا موتور فولت بعد ما كاليبريت تم بنجاح، المفروض الالارم ده يختفي معانا. تمام يا شباب، احنا معلش في انتظار كده الالارم فعلا بعد ما ركبنا الكوبايه الريت كالير معانا وعملنا له كاليبريشن، نجح الكاليبريشن. شرحنا النهارده ازاي تعمل الكاليبريت، وشرحنا ازاي تعمل ريسيت للمسطره، مسطره بعينها يعني، واتعلمنا ازاي تعمل ريسيت للبورت نفسه او الاي ال دي بتاع الار ار يو بتاع السلايه كلها.